بالله عطر السكر غياب ليله ابراهيم كنت بتكلم ابوه ويكفي اضافه انه بس يعني ما في عباده فرضت من فوق السماوات يا سلام ابو ابراهيم هذه نقطه. النقطه الثانيه ما في عباده يعفى الانسان منها في حاله الحرب. الصلاه ما تعفى حتى في حاله الحرب حتى في حاله المرض. ما دام الانسان ما فقد عقله ما يعفى من الصلاه. والرسول صلى الله عليه وسلم فاضت روحه اللهم صل على محمد وهو يقول الصلاه وما ملكت ايمانكم. ولا في عبادة اتفق العلماء على أن تركها يخرج من الملة إلى الصلاة. صح. فهذه هي أهمية الصلاة، فهي القرب إلى الله والأنس إلى الله. قلت أنسي بقربك عن جميع المخاليد. سلام. أنسي بقربك عن جميع المخاليد، يلا لا تجعل لي مع الناس حاجة. فأنت إذا بغيت تطلب حاجة حتى لو تطلبها من الناس صل ركعتين، على قول الشيخ صل ركعتين الله. في كل وقت، فإذا احتجت الحاجة اطلبها يالله لا تجعل تعالى. ثم اسأل المخلوق نعم اللي يقدر عليه. نعم صح. يقول يا انسي بقربك عن جميع المخاليد، يالله لا تجعل لي مع الناس حاجة. آمين. انسي بقربك عن جميع المخاليد، يالله لا تجعل لي مع الناس حاجة. لليسر يسرني لليسر يسرني يفرج لي الضيج، وسهل علي دربي وسع فجاجة، وافرغ علي صبر يفك المغاليد، صبر النبي أيوب يرجي علاجه. وافرغ علي صبر يفك المغاليد، صبر النبي أيوب يرجي علاجه. واربط على قلبي بسط المعاليد، شاف الدواهي عاقدات حجاجه. تموج به دنياه موج الصناديق، فوق البحر هبت عليها العجاجه. تموج به دنياه موج الصناديق، فوق البحر هبت عليها العجاجه. لا إله إلا أنت سبحانك. رب المخاليد سبحانك. ظالم نفسه يستغيث بلجاجة، يا الله لطفك يا ولي التوافيج، يا مخرج اليونس تسهل خراجه. هلا. يا مخرج اليونس تسهل خراجه. هلا. اللهم آمين. حوليه حوليه أبو بنشد هذا كذا الحين أبو عبد الوهاب. الله يجزاكم خير في الحقيقة مشايخ الله يجزاهم خير.